أنعم الله به علينا في هذا الزمان، هذه الأجهزة التي بين أيدينا وهذه الوسائل التي نستطيع أن نصل بها إلى العلم وأن نوصل بها العلم إلى الناس، فمن الجهاد العظيم ومن الأجور الكريمة أن ينتدب شباب من شباب الأمة إلى العناية بهذه الأجهزة لتهذيب العلم وإيصاله إلى الناس والتعاون عليه، فهذا من أعظم الجهاد وفيه أجور عظيمة كريمة. فأحث من يستطيع من شبابنا على العناية بهذا الباب لإيصال العلم المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. سبحان الله، تنشر مقطعا لعالم أو لشيخ فيراه الناس في الأرض جميعا، وقد يبلغ المشاهدون له مليونا أو أكثر. سبحان الله، يكتب الله لك أجر كل هؤلاء الذين أوصلت إليهم هذا العلم، ما أعظمه من ثواب وما أعظمه من مقام كريم. فالله الله شباب الإسلام، الله الله في طلب العلم، لا تكسلوا عن هذا ولا تملوا، وجاهدوا واصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون، واجتهدوا في إيصال العلم إلى الناس بالأسلوب الحسن والطريقة الطيبة التي تنفعهم في دينهم ودنياهم.